حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله في باب ذكر الموت قصر الأمل بعد أن ذكر الآيات، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وهذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات قليلة المبنى عظيمة المعنى، ومنها هذا الحديث العظيم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم هي لابن عمر وللأمة عامة، بأن المؤمن لا يركن إلى هذه الحياة الدنيا، وإنما يعيش في هذه الحياة الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم: كأنه غريب أو عابر سبيل. والغريب هو الذي يتوقف في المكان قليلاً ثم يرحل منه، وعابر السبيل هو الذي يمر على المكان ولا ينتظر فيه. فهكذا حال المؤمن في هذه الحياة الدنيا، لا يركن إليها، وإنما يجعلها محطة عبور، يتزود فيها من الطاعات ومن القربات التي ترفع له الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ بمنكب ابن عمر رضي الله عنه من أجل أن ينبهه عن الأمر الذي سيعلمه إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مرت علينا في أحاديث كثر في أحاديث كثر أنه صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أساليب متنوعة في الدعوة والتعليم، ومنها هذا الأسلوب أنه وضع يده على منكب ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا صلى الله عليه وسلم استعمل طريقة السؤال: ألا أخبركم، ألا أنبئكم. وأيضا سيمر معنا حديث بعد قليل أنه استعمل الخطوط والرسم، وكل هذا يدل على تنوع الأساليب عند النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهذه يستفيد منها المعلم والمربي والأب في بيته والمدرس في مدرسته، وكل من يعلم الناس لا بد أن ينوع في الأساليب والطرق، من أجل أولا شد الانتباه، وأيضا من أجل عدم الملل في طريقة التعليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وذلك لأن العبد لا يعلم متى يأتي عليه الموت، فالأجل يأتي بغتة، فقد يأتيك في الصباح، وقد يأتيك في المساء، وقد يأتيك في لحظتك التي أنت عليها. فلذلك على المسلم أن يستعد لهذه اللحظات بالأعمال الصالحات. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وهذه وصية عظيمة، وذلك لأن العبد إذا كان صحيحا فإنه يستطيع، وإذا كان حيا فإنه يستطيع، أما إذا جاءته العوارض من المرض ونحو ذلك فإنه قد يعجز وقد يكسل عن بعض العبادات والطاعات. فلذلك على المسلم أن يستغل النعم التي أنعم الله بها عليه، ومنها الصحة. فاليوم تستطيع أن تصوم، غدا لا تستطيع أن تصوم. اليوم تستطيع أن تصلي الليل، غدا لا تستطيع أن تصلي، إلى غير ذلك من العبادات والطاعات التي تستطيع أن تعملها في وقت صحتك، ولكن في وقت مرضك لا تستطيع. فلذلك خذ من هذه الصحة للمرض،
وإذا جاءك المرض فإن الله عز وجل يكتب لك ما كنت تعمل أثناء الصحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا الحديث من أعظم فضائل الله على عباده، أن تعمل الأعمال الصالحة في وقت صحتك، في وقت إقامتك، ثم يأتيك الظرف الذي يمنعك من هذه العبادة فيكتب لك الأجر كاملا موفى عند الله عز وجل. فلذلك هذه الوصية العظيمة من عمر التي هي أشبه بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. قال وعنه، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا الحديث لا شك أن فيه تقصير الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي الرواية الأخرى 3 ليال. وهذا لا شك أنه من النبي صلى الله عليه وسلم تقصير للأمل، فالرخصة جاءت في الليلتين وفي 3 ليال. أما ما زاد على ذلك فإن على المسلم أن يكتب وصيته، والمراد بالوصية هنا الوصية الواجبة، المراد بهذا الحديث الوصية الواجبة، فيجب على المسلم أن يكتب وصيته الواجبة، لأنه لا يعلم متى يأتيه الأجل، ورخص في اليومين في الليلتين وفي 3 لقربهما. وإلا فإن الأصل أن المسلم يبادر بكتابة الوصية. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وراوي الحديث عندما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصيته مباشرة، فما بات ليلة إلا والوصية مكتوبة. وهذا هو الذي ينبغي على العبد، أنه إذا كانت عليه أمور واجبة فعليه أن يكتبها. مثال ذلك أن تكون عليه ديون، أن تكون عليه حقوق، فلا بد أن يكتب هذه الديون وهذه الحقوق، لأنه قد يموت ويضيع الحق. قد يكون الذي له المال لم يوثق ذلك بكتابة، لم يوثق ذلك بشهود، لم يوثق ذلك برهن، فتضيع الحقوق. هل كل من يأتي إليك بعد موت مثلا والدك أو موت أخيك أو مورثك، لو مات وجاءك رجل وقال أنا أطالبه بدين، كل من يأتي ستصدقه؟ لا، وإنما تصدق من وثق. فلذلك إذا لم تكتب الوصية الواجبة عليك فإنك قد تضيع الحقوق التي عليك عند غيرك وستسأل عنها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوصية. والوصية منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو محرم. فأما الوصية الواجبة التي فيها حقوق لغيرك فهذه لا بد أن يكتبها المرء، لا بد أن يكتبها المرء، هذه وصية واجبة. وهناك وصية مستحبة، وهي الوصية لمن خلفك بتقوى الله عز وجل وبطاعة الله، كما وصى الأنبياء والمرسلون، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا مما ينبغي المرء أن يوصي به أهله، بأن يوصيهم كلاما ويوصيهم كتابة، وهذه من الوصايا المستحبة. أيضا من الوصايا المستحبة أن يوصي بالمال للأقارب إذا كانت تركته كثيرة، إذا كانت تركته كثيرة فإنه يستحب له أن يوصي للأقارب غير الورثة، يوصي للأقارب غير الورثة. فهذا كان في أول الأمر واجبا ولكنه نسخ إلى الاستحباب. وهناك وصية محرمة، والوصية المحرمة هي الوصية التي تكون لوارث، والوصية التي تزيد على الثلث. المسلم مرخص له أن يوصي بالثلث فأقل، يوصي بالثلث فأقل، أما إذا زاد على الثلث فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير لا تزيد على الثلث. فما زاد على الثلث فلا يجوز إلا إذا أذن الورثة، إذا أذن الورثة بما هو فوق الثلث فهذا الأمر راجع إليهم وحقهم وأسقطوه. والوصية المحرمة إذا كانت أيضا لوارث،
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لأن الوارث يكفيه ما قسمه الله له، فإذا أوصى لوارث فإنه لا يجوز أن تنفذ هذه الوصية إلا إذا أذن الورثة، فإذا أذن الورثة فإنهم أسقطوا حقهم الذي وجب لهم، وهذا الأمر راجع إليهم. فإذا الوصايا إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون محرمة، فمن كانت عنده وصية واجبة فليكتبها وليبادر، لأنه لا يعلم متى يفجأه الأجل ومتى يأتيه الموت، فالموت يأتي بغتة والإنسان لا يعلم عن موعده. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على كل خير ونجنبنا كل شر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.